متواصلين معكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان عبر شاشة قناة البلد الفضائية، وبكل تأكيد دائما ما نحاول أن نكون في قلب الحدث فيما يتعلق بكل ما هو جديد في الوسط الرياضي هنا في السودان. سعداء جدا يكون معنا ضيف غاب عن الإعلام لفترة طويلة جدا، وسعداء أكثر أن تكون عودته للإطلال على السادة المشاهدين من خلال قناة البلد الفضائية، الخبير الرياضي المعروف والمنسق الأمني السابق بالاتحاد السوداني لكرة القدم والأمين العام سابق أيضا بنادي الهلال الأستاذ هشام محمد أحمد. مشرفنا ومنورنا اليوم في قناة البلد الفضائية. مرحبا بك أستاذ محمد، ومرحبا أخواننا في قناة البلد، القناة يعني يمكن أنا واحد من الناس اللي كانت موجودة هي في الفترة يبان كنا في مجلس إدارة نادي الهلال، ونسأل الله أنها تمشي لقدام أكثر وأكثر وأكثر بإذن الله تعالى وتنافس كل القنوات إن شاء الله. غايب عن الإعلام لفترات طويلة رغم كل الأحداث التي مرت على الوسط الرياضي. والله زي ما أنا دائما عندي مثل بلدي كده بتذكره أنه السواي ما حدث، فبتخلي أنت بعد مرات عمالك تتحدث عنك إلا ما, ما, ما يعني إلا يكون في توضيح ولا كده. ويمكن أنا ظهرتها في 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 فترات معينة، في يعني لما الحدث ذاته يكون متطلب أو بيتطلب إنه تشرح أو توضح أو 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 رغم إنه المسألة دي بين تاخد بين شد وجذب، لكن في الآخر يعني هي طبعا مهمة جدا جدا، وعلق الناس تطلع عليها بالذات في مسار حلقتنا اليوم إن شاء الله. طيب يعني بعد عملك في نادي الهلال واستقالتك عدت من جديد للعمل الرياضي من خلال اتحاد السوداني لكرة القدم في منصب المنسق الأمني، يعني نتكلم عن المنصب ده خاصة أنها كانت تجربة جديدة للاتحاد الإفريقي وتجربة جديدة على السودان. أول حاجة أنا ما استغلت من مجلس إدارة نادي الهلال، لم أتقدم استغالة نهائي، انتهت الدورة بتاعتي، دورتنا انتهت بدأت دورة جديدة والحمد لله يعني وفقنا فيها. يمكن الواحد يشتغل فترات طويلة جدا في 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 نادي الهلال. بالنسبة للمنسق الأمني في البلد، هي ما وليدة ولا فكرة ولا كده، العكس كانت موجودة، ويمكن قبلها كان يتولى هذا المنصب شخصين، أخونا سيستيليو جوبا، ويمكن بعده المرحوم زكي عباس. بعد ذاك جيتر. طيب نتحدث عن المنصب وتفاصيل المنصب، يعني خاصة أنه الحديث الآن عن ملاعب كرة القدم في السودان وعدم جاهزيتها، وناس بتتكلم عن حاجات كثيرة جدا باستثناء معايير الأمن والسلام اللي هي من المفترض أنها تكون نمبر ون في كل هذه المعايير. طيب هي أول حاجة خلينا نتحدث بمنطق كلمة منسق أمني وأمن وكده. الاتحاد الدولي لكرة القدم أطلق على الملاعب، يعني دائما هسا في مخاطبات وفي كتابات وفي في إشاراته بيقول لك فينيو. والفينيو ده مسرح. يعني دي فترة بيجي المشاهد بخش مسرح عشان يستمتع بساعة ونص أو ساعتين أو فهذا المسرح يجب أنه يكون عنده اشتراطات ومتطلبات. هذه الاشتراطات والمتطلبات حاجة بسيطة جدا جدا، وكل مرة على فكرة المسألة دي ماشية في زيادة وفي تطور، على اعتبار أنه هم الاتحاد الدولي لكرة القدم راحة المشاهد بشاهد المباراة. وهي يمكن أشبه بأنها يعني عبارة عن لوحة فنية، أنت لو اتبحرتها وعاينت كده، يعني الميدان أخضر، فريقين كل فريق بيلبس زي، الحكام بيلبسوا زي مخالف، البول بويز بيلبسوا زي مخالف، حتى الأوفيشال الموجودين إذا كانت مباراة دولية ولا كده بتلقاهم في زي صحيح مختلف. فده ذاته بيديك عبارة عن لوحة جمالية. فعلا نرجع للكلمة بتاعتي إنه فينيو مسرح. فهدل الناس الموجودين. طيب إذا أنا اتبحرت أكتر
يمكن أشياء مطلوبة أساسية جدا جدا. أول حاجة المشترط إنه هذا الشخص اللي يرغب في دخول ملعب أو الاستاد إنه يدخل بنفس البوابة اللي دخل بها هو نفس البوابة اللي بيخرج بها. طيب نحن هنا في يعني يمكن المسألة دي ماشية كويس يعني الآن يمكن الاستاد الموجود كلنا عارفين إنه ملعب نادي الهلال يمكن في ملاعب كثيرة جدا الواحد شاهدها برا إنه البور التذكرة بتاعتك أنت بتشتريها أونلاين. نعم. وهذه التذكرة أشبه بالبوردينج بتاع الطائرة. نعم. مدخلك مقعدك الجهة بتاعته شمالية. نعم. جنوبية كده ده وبعدين فيها بيكون فيها موجود يعني حتى إذا ما أنت ما نزلت اسمك اشتراه زول. نعم. بحاجة تانية أنت عارف إنه المقعد ده صحيح موجود وفي الحتة الفلانية وهذا الشخص لا 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 الموجود في التذكرة دي هو القاعد. أكتر أهم من كده نعم يعني ممكن أنا كان حاولت أسرد لك المسألة دي طويلة جدا صحيح. جدا نمسك إنها حتى في المباريات الدولية كويس سواء كان منتخبات أو أندية المشاكل اللي كانت بتواجه يعني في ملاعبنا هنا السودانية شنو؟ هي المشاكل نعم. يعني المشاكل يعني أبرز اللي كانت ممكن تحس بها أنت من خلال علاقتك بمراقب المباراة بكده كانت بتأثر على التقارير بتتكتب عن يعني نعم. هي 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 كانت في الأول لو لاحظت كان المدخل بتاع الفريقين كان مدخل واحد لحد ما بعد ذاك فصل مفروض يكون في غرفة موجودة برا لحكام المباراة ودي أصلها كانت موجودة في غرفة لمراقب المباراة في غرفة لي 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 لي. في غرفة على فكرة دي استحدثت دي غرفة اسمها غرفة يعني الحاجات السريعة إذا أنت في أثناء المباراة شعرت إنه أنت دار تتخذ قرار معك مراقب المباراة الحكام جوا دارين تجتمعوا وتقعدوا في محلة دي غرفة قريبة جدا جدا قريبة إنها تكون قاعدة في حاجة اسمها الفوك اللي هو الفينيو أوبريشن سنتر ده الغرفة بتاعت التحكم وكاميرات المراقبة دي واحدة من الاشتراطات في الغرفة الطبية في غرفة فحص المنشطات والغرفة الطبية خلاف الغرفة بتاعت الفحص يعني الغرفة الطبية دي لإسعافات غرفة الطبية دي لإسعافات بيكون فيها موجود وبعدين انت الليلة أهم ثلاثة أشخاص في الاستاد انهم ديل بيكونوا موجودين وانت بكون الكونتاكت بتاعك معاهم مدير الاستاد او مدير الملعب نعم بعده هي منصوص على اسم الكوماندر اللي هو الزول المسؤول من السكيورتي الشخص الثالث الطبيب نعم ديل الثلاثه اهم ناس بحكم انه مدير الاستاد تدار تعرف المداخل دار تعرف المخارج دار تعرف الستاند باي جنريتر دار تعرف الحمامات بوين دار تعرف الكافتيريات دار يعني ده ممكن يطلعك على كله صغيره وكبيره بحكم عمله بحكم وجوده انه هو كمدير للملعب بالنسبه للامن او كده يا جماعه الامن ده ما هو احنا نشوف انه في شخص واحد ده المسؤول لكن إذا نظرنا إنه الملعب ده بخشوه كم 50-60 ألف شخص أنت شغلك بيمتدي للمباراة قبل يومين أقلها قبل 48 ساعة حتى في القانون بيقول لك الاجتماع اللي هو الماتش ماينس 2 اللي هي قبل يومين ماينس 1 ام دي يوم المباراة انت هنا قبل المباراة بيومين انت بتمشي تعمل اجتماعاتك واحتياطاتك كلها كويس وكل وانت بتدعاوم معاهم يعني انت اللي بتوري وهم الجهة اللي بتنفذ لك ده بالنسبة لي قد تسألني سؤال تقول لي الامن والشرطة والدخول صحيح. طيب يمنع منعا باتا وجود شخص موجود بالزي العسكري داخل الملعب يعني يمكن احنا لاحظنا في اقرب حاجه كاس العالم في الدوحه ما شفنا علينا انا غايت بعين في المباريات دي كلها ما شفت لي واحد طيب شفناه في مباراه الهلال والاهلي المصري وانت كنت منسق امني لتلك المباراه وتعرضت لانتقادات كبيره جدا جايك نعم كويس
يعني ما كان في شيء شخص موجود. نعم. يعني لا يلبس زي الرسمي. الرسمي. نعم. طيب مباراة الهلال والأهلي القاهري مباراة كلنا بنعلم انه ما صاحبها من تداعيات وميديا ويعني حتى كانت اهتمام كبير جدا في مسار الدولة يعني في الوقت. نعم. في الوقت ذاك. ويمكن هي في الآخر مباراة في كرة القدم. نعم في فريق داير ينتصر وفي فريق داير يثبت وجوده، لكن الأهم الشيء الأهم الموجود سلامة أي شخص متواجد في داخل الملعب. نعم. وإحنا لحد الوقت ذاك هنا في 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 السودان ما كان الناس عملت التحضيرات اللازمة. نعم. بحيث إنه يكون عندك كادر مؤهل مدرب تدريب بالزي المدني على اعتبارهم، لكن بعد ذاك أغمنا ورش كثيرة جدا جدا ويمكن يعني كثيرين من. هل كانت المباراة محتاجة كل ذلك الحشد من ال والله ما هي المباراة النظامية ولا هشام محمد أحمد بالغ في تقديراته الأمنية لهذا؟ لا لا هي 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 المباراة يعني يمكن سبغت الحاجة دي قبلها بثلاثة أربعة يعني يمكن بأسبوع يعني حتى قبل وصول بعثة الأهلي النادي الأهلي. و يعني هشام ما مشى ولا انا علي في الاخر الاحتياطات الموجوده سلامه الفريقين الحكام المراقب وسلامه اي واحد داخل الملعب. اتكلم معك نصر الكاف بعد المباراه دي عشان والله دي حاجات ما مسموح لنا الواحد يناقشها وما مسموح انه الواحد يقول لك دي حاجات طيب داخليه. تم اسناد عدد من المباريات الافريقيه لك يعني في فتره من الفترات كان هشام محمد احمد كثير السفر وكثير الترحال للمراقبه الامنيه للكثير من المباريات، يعني ابرز المباريات اللي كنت انت منسق امني لها في دوله خارج السودان. ابرز شنو؟ المباريات اللي انت شاركت في يعني كنت منسق امني لها في دول خارج السودان. يعني مباريات كثيره. نعم. جدا يعني الواحد الذاكره ما بتسمح له انه يتذكر، لكن يمكن كان في مباراه في بتاعت منتخبات في بوروندي. ويمكن كان في ظل الاشتراطات الموجوده بتاعت الكوفيد وكده. نعم. ف مطر صبط حصل تدافع حصل كده، لكن في الاخر السيطره بتبقى سهله جدا. نعم. جدا لان الواحد كان محتاط للمساله دي قبل وقت كافي وكانوا متعاونين جدا في الحته دي يعني في الجوانب الامنيه. نعم. طيب يعني الكلام كثير الان عن استاد الهلال واستضافته له المباريات الافريقيه وكذلك زي ما هو طبعا معروف حيستضيف ايضا مباريات المريخ، يعني من خلال عملك في الهلال لفتره من الفترات من خلال عملك كمنسق امني كنت لصيق بكل ما يحدث بخصوص الاستاد، يعني الان نقدر نقول انه خلاص الاستاد تمت اجازته وسيستضيف المباريات، ولكن لا يزال هناك تخوف لدى البعض من انه قد يكون هناك تقاعس في تحقيق بعض الاشتراطات التي زي ما ذكرت لنا قبل قليل كل مره الاتحاد الافريقي بيضيف حاجه جديده، يعني خلال متابعتك لهذا الامر هل ترى بأنه استاد الهلال جاهز الآن تماما ولا هناك نصيحة أمامي ممكن أن تقدمها لمجلس الإدارة الحالي من أجل أن نضمن بقاء الاستاد بعد شكله الحالي واستضافة كل مباريات أنديتنا ومنتخباتنا هنا في السودان؟ هو الاستاد طبعا استاد الهلال لو لاحظت له كل فترة وتانية ماشي من أحسن لأحسن حسب الاشتراطات، ويمكن جاء كان في مفتش جاء موجود وقاعد واشتراطات، وإلا ما كان أسهل الاتحاد الأفريقي وافق إنه الهلال، فواضح إنه الملعب جاهز جدا جدا. حتى إذا كان في ملاحظات وفي اشتراطات وكده يعني بتتطلب إنه الناس تعمل على أساس إنه تفادي نفسها. متابع لملف الإضاءة؟ لا لا والله هذا ملف شأني خاص بنادي الهلال طبعا. نعم. مجلس إدارة نادي الهلال. ما مستغرب إنه لماذا تأخر الموضوع حتى هذه ما عندي علم به والله ما سألتها ولا دي حاجات بتخص مجلس إدارة نادي الهلال. طيب بعد انتهاء فترتك كما ذكرت في الهلال لماذا رفض هشام محمد أحمد العودة من جديد للعمل في المجالس التي تعاقبت بعد ذلك ولا ما تعرض عليك أصلا؟ والله لا عرض، لكن في الاخر يا جماعه في ناس موجودين ما هشام براو يعني كل واحد يخش. طيب طالما يعني تعرض ليه هشام يدخل يدخل والله يعني. نعم. لاشياء احتفظ بها لنفسي يعني العمل اللي هم فيه دائما في مجالس الادارات وكذا بيحتاج ل وقت ومجهود ويعني الواحد فينا يمكن فترات طويله جدا قاعد موجود في نادي الهلال، لكن لست ببعيدا من الهلال ولا بنادي الهلال ولا كل هلال موجود في السودان او داخله او خارجه. طيب المجلس الحالي كون عدد من القطاعات وكون عدد من اللجان، ليه هشام محمد احمد برضه بعيد من انه يكون موجود في هذه القطاعات؟ والله انا يعني ما كنت راغب اصلا في انه انا ادخل المجال ده لانه
زي ما قلت لك ما يعني ما كان عندي وقت للحاجة دي. وبعدين اي واحد هلالي ممكن يقوم باي دور يعني، ما شرط. ما تواصلوا معاك في ما شرط هشام، انت ليه جايين؟ احنا جايين عشان موضوع الاشتراطات والاستعداد. لا لازم نتكلم، لازم نتكلم في الموضوع ده. انت كنت الامين العام لنادي الهلال هشام، يعني ما حنفوتك كده بالسهل. نعم، ما تعرض عليك الموضوع بتاع القطاعات ده؟ لا 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 والله ما في، ما في حد يتكلم. طيب رايك فيه شنو؟ يعني البعض يتحدث بانه هذه القطاعات تكوينها بهذا الشكل قد يسبب مشاكل موجوده في النادي. ايه خليني من تكوينها القطاعات ذاتها، يعني ايا إن كان انت الليله كونت خمسه ولا سته، اداءه وعمله وتفعيله ده الاهم. ما الاهم انه انت كونت جبت منه ولا ما جبت منه، الاهم هذه القطاعات اللي بتتكون انها يجب انها تكون فعاله. والقطاعات دي منصوص عليها في النظام الاساسي. نعم. والقطاعات حاجه معروفه انها على اساس تشيل عبء كبير جدا من مجلس الاداره، تشيل عبء كبير جدا من مجلس الاداره، مجلس الاداره يتفرغ لاشياء الاخرى يعني. ف يعني تفعيل القطاعات هو ده الاهم طبعا. نعم. ده الاهم، بيشيل منك عبء كبير جدا جدا. وقطاعات هي كثيره وموجوده، ويا جماعه الشباب الهلال دي الموجودين يعني في اي لحظه اي واحد فيهم ممكن دي الفتره اللي انت بتقدم فيها الناس للعمل يعني. شباب ممكن تطلع باربعه خمسه سته عشره نواه لقدام للمستقبل يعني. نعم، بس عمل القطاعات حتى الان هو غير مرضي بالنسبه للكثير من الهلالات. انا ما متابع عمل القطاعات والله. نعم. ما متابع الحاصل فيه، لكن بفتكر انه القطاعات دي حاجه منصوص عليها في النظام الاساسي ويجب تفعيلها ودورها. طيب لماذا هي غير مفعله الان؟ ليه ما بتمارس بدورها؟ هذا السؤال يسال منه مجلس الاداره. لان انت كامين عام سابق يعني زي ما ذكرت انك انت متابع. هو المفروض مجلس الاداره هو في كل فتره بيجيب بيشوف اداء القطاعات بتاعته الكونه. يشوف طريقه الاداء، لانه بعد ذاك في جمعيه عموميه الناس حيجي يسالوه يعني الاعضاء حيكونوا دارين يعرفوا. طيب انت كونت قطاعات، القطاعات دي يمكن بتيجي في خطاب الدوره وبتاعه، احنا وين اداء القطاعات؟ طيب في لغة دائرة الآن في الهلال بعد يعني القرارات الأخيرة للجنة الانضباط وتوقيع عقوبة على 2 من أعضاء مجلس الإدارة، البعض يتحدث أنه يعني هذا الأمر رغم أنه منصوص عليه في النظام الأساسي ولكن قد يقيد بشكل أو بآخر عمل مجلس الإدارة، أنه يقرر يتخذه مجلس الإدارة هيكون عرضة للاستئناف، ما حيقدر مجلس الإدارة يعني يمارس حريته نوعا ما في إدارة الشأن الهلالي. يعني هل ترى بأنه هذا الأمر يدخل في إطار الممارسة القانونية العادية والناس صلى الله منصوص به في النظام الأساسي ترتضي به، ولا يجب أن تحدث مراجعة ما حتى يكون لمجلس الإدارة حرية اتخاذ القرارات وتنفيذها وممارسة حقه الطبيعي في إدارة النادي؟ طيب خلينا قبل مجلس الإدارة وقبل اللجان وكده، هي الاتحاد الدولي لما قام عمل النظام الأساسي وطالب به والأندية والاتحادات إنها تكون مستغلة استغلالية كاملة، ويمكن يعني زي في كان نظام أساسي نموذج أو إطار أنت بموجب وبتمشي تعمل لوائحك وحاجاتك ولجانك الموجودة على اعتبار إنه كل جهة تدير نفسها بنفسها. يعني أنا أتذكر سنة 2011 كانت تقدمت أنا بترشح كان في مجلس إدارة نادي الهلال، وكنت نازل براي كده. نعم. لحالي مستقل. وفي الآخر كان في لغط داير بين إنه المجلس 9 ولا 15 وبتاع، فناحية قانونية أنا قمت اشتكيت المفوضية أو المفوض في. نعم. ذلك الوقت. هذه القضية دخلت المحكمة أخذت 11 شهر. يعني 11 شهر لو لاحظت إنها حاجة مشت بعيدة. فنحن رياضيين، هذه القضايا الرياضية يجب إنها تحل داخل البيت. ودي عشان كده في اللجان العدلية اللي تكونت دي كلها لجان موجودة منتخبة وانتخبت من داخل الجمعية العمومية. يمكن هي تجربة، والتجربة دائما لما تكون تجربة حديثة. نعم. يعني بتلقى في ناس يقول لك والله هنديل منو وجابوا منو، دي جمعية عمومية كانت موجودة انتخبت هذه اللجان العدلية، وبعدها تم انتخاب ذات الجمعية العمومية تم انتخبت مجلس إدارة. طيب قد يكون في خطأ في تطبيق، خطأ في 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 فهم الحاجة دي، خطأ في كده، لكن في الآخر دي النواة من هنا انها هي حتنطلق منها انه الانديه تكون مستغله استغلاليه كامله. لجان الانضباط، لجان الاخلاقيات، لجنه الانتخابات، دي كلها لجان هي يجب انها تقوم بدورها وتفعيلها ومنصوص عليها في النظام الاساسي. منصوص على انها هي موجوده وفي النظام الاساسي الاجيز او المجاز.
إذا معناها حكاية بتخضع المسائل دي بعض المرات لتقديرات، قد أنت ترى إنه أنا صح، قد أنت ترى إنه أنا غلطان. طيب الزعل من مجلس الإدارة الآن ترك 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 هذا 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 تركوا لمساحات أكبر. أنت الليلة إذا بيقول لك على المتضرر اللي جو يمشي يستأنف، الاستئنافات دي فات أبابه فاتح تصل. لكن في الآخر الأهم من كده، لأن الناس ينظر أنت بتدير هذه اللجان، أنت دي من داخل الهلال بتدير نفسها بنفسها، بتدير المجلس هذه اللجان تدير الهلال أو تدير أي مؤسسة أيا كانت، وهي موجودة من صلبه، من صلب لأن دي لجان منتخبة، أنا مصر على كلمة منتخبة، ومعروف إنه على سلطة في هذه الأندية، هي سلطة الجمعية العمومية. نعم. طيب الزعل من مجلس الإدارة في شنو؟ ليه طلعوا بيان وزعلانين؟ والله يا أخي تسأل مجلس الإدارة على هذا. يعني هذه الممارسة هل تتسق مع 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 هذه الديمقراطية والارتضاء باللي تكلمت عنه الآن؟ ده شأن حقهم. نعم. ولكن هي ديمقراطية يجب أن نرتضيها جميعا أيا كانت صحيحة أو، لكن إحنا ماشيين في الطريق الصحيح لتطبيق الديمقراطية ولتطبيق ما نادى به الاتحاد الدولي. يا جماعة الكورة دي في العالم بتدير جهة واحدة. ليه انت يستحيل تيجي تقول والله الميدان ده ما يكون فيه 11 11 11؟ لا يستطيع شخص انه يقول والله زمن الشوط ما يكون 45 دقيقة. نعم. يعني في حاجات مثلا الكورة دي بتدار بقانون واحد وبحاجة واحدة. اذا معناها هذه اللجان بعدين اللجان دي في الاخر جات من وين؟ هذه اللجان اتت من جمعية عمومية، ناس جو وانتخبوا بواسطة جمعية عمومية. بعد ذاك اذا كان في حد او شخص ما 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 يعني ما ما في هواوة القرارات اللي بتطلع او كده، باب الاستئنافات فيها موجود. حصل يعني تواصل في فترة من الفترات بينك وبين رئيس النادي الاستاذ هشام الصوبات؟ يعني تواصل على حدود يعني. نعم. حدود الهلال، العمل في الهلال ولا حدود شنو يعني بالضبط؟ تقريبا عرض عليك العمل في المجلس؟ يعني الاخ هشام واحد يعني اتمنى له، يعني هو شخص زي ما يقولوا جديد على الوسط الرياضي، الوسط الرياضي وكده، اتمنى عليه كل تقدم. ويمكن الفتره الاخيره دي سمعت انه اظن ما موجود، لكن الهلال ده بابه كبير، فننصحهم بانه يقعدوا كده امشي بالهلال ده ان شاء الله لقدام اكثر واكثر ان شاء الله. لا شايف انه ما سيطرت ادارته ما مشى بالهلال لقدام، قلت لك يمشي اكثر واكثر. انت ليه دار تجرمني؟ انا بسال بس انا ما دار اجرم، انا شغلي اسال. طيب يعني تابعنا لغط يا هشام في الفتره الاخيره في العلاقه ما بين الناديين الهلال والمريخ وفي ازمه الملعب، وكخبير رياضي وكزول يعني كان عندك صولات وجولات في العلاقه ما بين الهلال والمريخ تحديدا، يعني البعض يتحدث انه ان اوان التهدئه، انه يكون في علاقه محترمه في اتفاقيه الجنتلمان ما بس في التسجيلات ولكن في كل التفاصيل ما بين الهلال والمريخ، وانه الناس ما تنساق ورا بعد الدعوات الجماهيريه انه ما دارين نلعب في استادكم وما تفتحوا استاد الهلال للمريخ وكل هذه التفاصيل. الى اي مدى احنا محتاجين الان لنوع من انواع التهدئه والاتفاق بين الناديين الكبيرين من اجل الذهاب بالامام لقمه الكره السوداني؟ خلاص السؤال ده هو سؤال كبير. نعم. يعني ما يعني بتحكم اشياء كثيره جدا جدا، وعن طبيعه علاقه الناديين وعن طبيعه العمل في يعني اللعب في ملعب واحد وعن افتكر انه يعني مثلا ما محتاج يعني محتاجه لدراسه اكبر واكبر وتعنيه. ما انت في الاخر انت مربوط بعقليات وبذهنيه يعني يجب انك تحترمها وتقدرها. نعم. كويس. افتكر انه المساله دي محتاجه لاخذ وعطاء كثير من الناس، ما حكايه انه انا رايي ولا رايك ولا. نعم. كده المساله دي اكبر من كده كثير، وبتمنى انه الناس تصل فيها لايزر يس اور نو في ازمه الملعب تحديدا. ما انا فاهم. نعم. انا بتكلم في ازمه الملعب، قلت لك يعني الناس تقعد تاخذ المساله عشان ما تبقى المسائل في انقسام حاليا في مجلس الهلال، انه في بعض الاعضاء موافقين وفي بعض الاعضاء رافضين. لو هشام محمد احمد كان موجود في المجلس كان حيكون مع الموافقين ولا مع الرافضين؟ والله ده لما كنت اكون في المجلس. نعم. لكن كان حيكون رايك شنو؟ لكن هسه انا برا. نعم. المجلس هسه انا برا المجلس، رايي بهتم بيه وانا يعني. نعم ضد يا هشام، يعني هل شايف انه في ظل الاوضاع الرياضيه الحاليه؟ انت تحكم، انا والله بعيد. نعم. جدا ما عندي علم، لكن لا مستحيل تكون بعيد عن الوسط. لا بعيد والله ما عندي علم بالحاجه دي، لكن
كل حاجة في أوانها. في أوانها. في أوانها. هشام محمد أحمد. في أوانها. دي ما أنت ذات هشام محمد أحمد ما لازم يشوفها كان الحاجات قبل ماشية كيف وبعده والحصل شنو والما حصل شنو. الحياة زي دي أنا ما بعيد منها كل البعض والله. ما عندي فيها علم. عشان أقدر أديك هسه إجابة إنه أي ولا لا. نعم. هشام محمد أحمد الأمين العام لنادي الهلال السابق والخبير الرياضي والمنسق الأمني السابق والتحسس لكرة القدم. سعدنا جدا أن تكون عودتك من جديد للظهور عبر الشاشات الفضائيات السودانية من خلالنا. تجربة رياضية بكل تأكيد كبيرة جدا. سعدنا بأن احنا نتلمس رأيه في بعض القضايا الرياضية الحالية من خلال ظهوره عبر شاشات قناة البلد الفضائية. شرفتنا ونورتنا كثير اليوم. شكرا. شكرا أخي وصديق أستاذ محمد. وكل الشكر لأخواننا في قناة البلد. وكنت أتمنى إنه يعني الواحد كان داري لي إسهاب أكتر وأكتر, خاصة إنه الأندية بتاعتنا بتلعب دور المجموعات. أتمنى التوفيق ليهم جميعا, وأتمنى إنه الناس تخط المحاذير والمعايير الموجودة على الأقل تجنب الناس شر الغرامات وشر الاستيضاحات اللي بتجي وكده, ونرجع زي ما بقولوا انه فعلا الجمهور بتاعنا هو الجمهور المثالي اللي قبل كده كان اخذ جائزة الجمهور المثالي. اشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا. حنطلع فاصل وبعض الفاصل بلاغات من رئيس اتحاد الخرطوم في مواجهة اعضاء الجمعية العمومية. ابقوا معي.